كيتواصل الهجوم اللفظي العنيف من مختلف الفعاليات السياسية في الجزائر ضد المغرب، اللي اختار من طبيعة الحال الرد على مستوى التصريحات ودعم الرباط استقلال منطقة القبائل. هذا الشيء من طبيعة الحال أثار واحد الغضب رسمي في الجزائر، اللي من طبيعة الحال دائما كتحتضن وتدعم وتسلح ميليشيات البوليزاريو. مجلس الأمة الجزائري طال عليه الدم، صدر واحد البيان تهديدي ضد المغرب، قال لك فيه بأن الجزائر والله ما غادي تغفر هاد السقطة من النظام، اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية الجزائرية. ويعني الهضرة ديال العسكر والأسطوانة المشروخة اللي كيرددها كل نهار. البيان ديال هاد المجلس هذا يعني كيتفاجئ بالغ التصريح الغير المقبول وغير المعقول لممثل المغرب بالأمم المتحدة، اللي جهر بصفة رسمية بدعم المغرب ما يسمى بحق تقرير المصير للشعب القبائلي. وهذا كيعتبر هذا الموقف أنه لا قيمة له من الناحية الدبلوماسية والاعتبارية، وموقفا يختزل يعني انزعاج قديم وجديد من النجاحات المحققة في تاريخ الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد طبون بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلال قرارها السياسي. دعا البيان مجلس الأمة الجزائري إلى المغرب إلى تدارك هذه السقطة هذه التي يعتبرها متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهوية على حد تعبير البيان. وكان ممثل دائم للمغرب في هيئة الأمم المتحدة ردا على وزير الخارجية رمضان العمامرة، قال بأن الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير ينكر حق هذا الشعب، شعب القبائل أحد أقدم الشعوب في إفريقيا والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي، مضيفا أن تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع أكثر من أي شعب آخر التمتع الكامل بحق تقرير المصير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.